دائما تخوفنا من عندهم انهم دائما ياتون بالجديد. يعني بالنسبه ان الفرق العربيه دائما يعني تقريبا احنا متكافئين في المستوى او معروفه بالنسبه لنا مستوياتهم، ودائما الفرق العربيه يعني ما تكون على مستوى ثابت، دائما متارجح المستويات. حقيقه هذا يشمل كل الفرق، قليل من الفرق اللي تجد يعني تجدها انه في صعود دائم. بس بالنسبه للفرق يعني الاستراليا وبالنسبه للفريق الياباني يلعبون بطريقه احترافيه، يلعبون بطريقه عقليه واحده واسلوب واحد دائما، يعني ما تجدهم صعبين جدا في عمليه المنافسه في مثل هذه التصفيات، خاصه يجعلون ثقلهم اكبر في هذه المباريات خاصه الحاسمه منها. يعني ممكن هذه تكون هي صعوبه الموقف بالنسبه للفرق العربيه وبالنسبه للفريق العراقي على ما اعتقد. لكن انا احس انه اليوم ايضا المنتخب العراقي بدا بخطوات جيده وفي حاله تحسن مع المدرب زيكو اللي اعطاه ثقافه جديده واسلوب جديد. ممكن انه شاهدناه في المرحله الاخيره من مبارياته، سواء كانت في المرحله الاولى بالتصفيات او بالمباريات التجريبيه اللي لعبها امام مصر وامام بوتسوانا وامام سيراليون. يعني شاهدت الفريق فيه نوع من الثقافه الجديده اللي يلعب بها المنتخب العراقي. اعتقد هذا راح يعطيه دافع انه ممكن ينافس على هذه التصفيات. نعم فعلا المنتخب العراقي بثقافه جديده في هذه التصفيات والحاسمه. طبعا المنتخب العراقي شارك كثيرا ولديه الخبره بنفس المجموعه اللاعبين الموجودين وقياده المدير الفني عدنان حمد. المنتخب الاردني ولاول مره ان يصل لتصفيه الحاسمه للمنتخب العراقي، خاصه في ظل سابقا من الجولات الاولى لكن لربما يخسر ولم تكن له حظوظ فرصه للمنتخب الاردني ان يصل الى النهائيات. استطيع ان اقول للمنتخب الاردني الفارس الاسود في هذه المجموعه، ام تتمنى كان المنتخب الاردني يكون في المجموعات الاولى افضل كابتن؟ كابتن انا بتفق مع الكابتن احمد راضي، المجموعتين صعبين، العشر فرق الموجودين بالمجموعتين استحقوا ان يكونوا بالدور الحاسم. الفرق كلها متميزه، فرق قويه، فرق لها باع طويل بكره القدم. بدي احكي عن المنتخب الاردني. المنتخب الاردني ما يميزه هو الاستقرار الفني والاداري. الصراحه الاستقرار الفني بقياده الكابتن عدنان حمد، الصراحه الكابتن عدنان حمد ادى نتائج وادى دور كبير بتطور الكره الاردنيه وخاصه المنتخب الوطني. المطلوب احنا كنا بالسابق كاتحاد اردني او كاردنيين نتمنى انه نوصل للدور الحاسم. احنا وصولنا للدور الحاسم انجاز بالنسبه لنا، احنا نكون صريحين ككره اردنيه وصولنا للدور الحاسم هو انجاز لنا ككره اردنيه. ولكن الحين ما دام وصلنا للدور الحاسم فبقى خطوه واحده لكاس العالم. فان شاء الله احنا كاردنيين نتمنى انه المنتخب الوطني يكون الحصان الاسود بهي المجموعه. في المجموعه في منتخب الاسترالي والمنتخب الياباني ومنتخب عمان والمنتخب العراقي، المنتخبات كلها متطوره. وانا بتفق مع الكابتن احمد راضي لان المنتخب الاسترالي والمنتخب الياباني بعطيك الجديد دائما بتطور دائم. المنتخبات العربية الموجودة، المنتخب العراقي، المنتخب الأردني، المنتخب العماني مكشوفين على بعض، معروفين يعني متقاربين المستوى مع بعض. فأتوقع أن إن شاء الله أنه تكون المنافسة عربية والتأهل عربي، هذا اللي نتمناه بهذه المجموعة. وكنا أمل بالمنتخب الأردني أنه يكمل المشوار إن شاء الله ويكون بالبرازيل إن شاء الله. نعم، إن تحدثنا عن المنتخب فريق العراق المنتخب الأردني، تحدثنا عن المنتخب العماني، يعني الجماهير تتساءل الشعر الرياضي العماني متى سوف يكون المنتخب العماني في نهائي كأس العالم، خاصة في ظل نجوم موجودين وأنت كنت مشارك في المجموعة التي موجودة الآن. كابتن بدر، تشاهد المنتخب العماني في هذه المجموعة أن يكون له دور أن يصل إلى نهاية كأس العالم؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، مجموعتنا يمكن صعبة جدا حقيقة، خاصة نظم المنتخب الياباني ومنتخب الاسترالي لأنهم متمرسين على هذا الصعود لكأس العالم ويملكون لاعبين محترفين في أوروبا، بالإضافة ما نظم حق المنتخب الأردني والمنتخب العراقي.
نفس الوقت احنا عندنا امل ان نوصل لابعد لكاس العالم. فاحنا حاليا نمر بمرحله نضوج، مرحله لاعبين وصلوا للخبره الكافيه بالاضافه الى تالق لاعبين المحترفين في الخارج. وهذا يعطينا دافع انه ما في شيء مستحيل في كره القدم. وان شاء الله قادرين ان نوصل لكاس العالم. يعني المنتخب العماني تحدثنا عنه كابتن علي الحبشي، وطبعا النجم وحارس مرمى ويجن الانجليزي وله دور كبير، وانت احد اللاعبين الموجودين في 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 المنتخب العماني. نستطيع ان نقول ان المنتخب العماني يعني بعد حصول كاس الخليج وفرحه للجماهير العمانيه، خاصه سوف يكون مواجهته بدايه انطلاقه قويه امام اليابان. كابتن بدر، كيف تشاهد؟ والله بتكون مباراه صعبه جدا، خاصه نلعب اول مباراه ضد المنتخب الياباني في ارضه يعني. لكن مثل ما قلت في كره القدم ما في شيء مستحيل. احنا قادرين حتى ناخذ يعني نطلع خارج عمان، يستطيع المنتخب العماني يقدم افضل. نعم، بتكون مباراه حلوه بكره في مباراه، بيقدم المنتخب العماني افضل ما لديه في المباراه هذه، لان مثل ما قلت لك احنا وصلنا مرحله ان قادرين نقدم افضل مستويات مع افضل منتخب، وفضل خاصه مثل ما تالق علي الحبسي وتالق اللاعبين المحترفين وصل النضوج الكروي اللي معاهم. فبتكون مباراة إن شاء الله بكرة متفائلين إن المنتخب يطلع بأقل نتائج إن شاء الله. نعم، في نقاشنا طبعا عن المنتخبات العربية، كابتن أحمد راضي، المنتخب العراقي منتخب مرشح في هذه المجموعة بكل قوة بمهاجميه، وتحدث مدربه طبعا زيكو بعد اطمئنانه على خط الدفاع واطمئنانه على اللاعبين، قال أنني سوف أواجه المنتخبات بقوة وخاصة في المعسكر، استطاع أن يعالج الأمور واطمئنان للشعب أو الشعب الرياضي العراقي. كابتن أحمد، بالنسبة الآن لكل المنتخبات وعليه أيضا المدربين أن يفكروا باستراتيجية، يعني استراتيجية منفصلة في كل مباراة لها استراتيجيتها. يعني بالنسبة لمباراة الذهاب أو الإياب أو الفرق اللي راح يلعب قدامها، كل فريق يجب ان يكون يتعامل ويا تعامل خاص، وكل مباراه يحسب لها حسابات خاصه بالنتيجه. بالتالي من تجمع كل هذه الحسابات يجب ان توصل الى مرحله انه انت تتاهل. طبعا ايش قدر راح تقدر تحقق من هذا الاستراتيجيه ومن هذه الحسابات هو المهم. بالنسبه للمدرب زيكو، انا اعتقد وضع تشكيله يعني جيده جدا بالنسبه للفريق. احساسنا انه اليوم بعد المباراة اللي خاضها المنتخب العراقي مع زيكو هناك تغير في عملية الاداء. كان اسلوب واحد بالنسبة للمنتخب العراقي هو الاسلوب الطويل والاعتماد على يونس محمود في كل الحالات، يعني في اغلب الحالات تحت الضغط كان المنتخب العراقي يفقد الكرة بسهولة. اليوم اصبحت لا، بناء الهجمة ممكن تكون متنوعة، ممكن تكون من بداية الحارس للدفاع للوسط على الجوانب، ممكن تكون باللعب الطويل. يعني هذا التنوع بالاداء اعطى ميزة جيدة بالنسبة للفريق العراقي. بالاضافة الى هذا، الضمان الدفاعي اللي دي يلعب والطريقة والتنظيمية الدفاعية جيدة جدا بالنسبة للفريق العراقي. يعني حسينا انه اكو هنالك انسجام في الحالة الدفاعية، وهذا ايضا تطور جديد بالنسبة للمنتخب العراقي. عادة ما يكون المنتخب العراقي كان يحاول انه دائما يدب ثقله الى الهجوم، بالتالي ممكن ان يخسر الحالة الدفاعية ويجي عليه هدف وبعدين بالتالي يريد يعوض وتكون المسألة يعني بيها جهد اكبر. استطيع ان اقول كابتن احمد، اضافه اللاعبين الخبره الموجودين كذلك، نعم، في المنتخب العراقي، اضافه لزيكو ان يستوعبوا الخطه والخطط التكتيكيه، يعني بالنجوم الذين شاركوا مسابقات سابقه، نعم، واستطاعوا ان يضيفوا اليوم الجزء. اليوم النضوج الموجود عند اللاعبين العراقيين انا اعتقد انه راح تشكل دافع وقوه بالنسبه للفريق العراقي، واضافه للفريق العراقي انه يقدر انه يحقق انجاز في هذه التصفيات. يعني عندك يونس محمود الآن هو في أوج عطاء ولاعب متمكن ومهاراته عالية، ممكن أنه في أي لحظة يسجل. عندك نشأت أكرم عقلية ممتازة في عملية بناء الهجمة والمناولات الخطرة بالنسبة وتغذية المهاجمين في هذا، وحتى هو كمهاجم عندما يكون في المربع يكون أيضا لاعب خطر. عندك التأمين الدفاعي بالنسبة للوسط، قصي منير لاعب كفو جدا في عملية صد الهجمات، ومثنى خالد اللاعب الجديد الذي يعني لديه إمكانية جيدة، بالإضافة إلى خط
الدفاع المستقر اللي هم سلام شاكر وعلي الحيمة. علي الحيمة لاعب ذكي جدا في عملية بناء الهجمة، وأيضا سامال وباسم عباس ثقلهم الدفاعي، وممكن ينقصهم عملية بناء الهجمة من الجانب أو التسرع أو تحت الضغط ممكن اللعب الطويل، لكن أنا أعتقد أنه بدأوا يهضمون عملية بناء هجمة من خلال الدفاع، بالإضافة إلى استقرار كرار. كرار أنا أعتقد أنه اليوم ده يلعب في يعني في أوج حالات الفنية. مشكلة كرار هو نعم لاعب استعراضي لكن نهاياته خطأ. الآن بدأ خلال فترة السنة الماضية من شاهدته بدأ حتى تسليمه يكون صح، هذا جزء مهم أنه تلاقي لاعب مهاري ويسلم صح لأنه تكون عملية فيها ناتج صحيح، بالإضافة إلى وجود هوار. هوار لاعب متمكن من خلال سرعته ومن خلال مهارته، أيضا من خلال تنفيذه للضربات الجانبية والكروسات، هذا كله يعطي دافع للفريق العراقي أن يقدم مستوى طيب إن شاء الله في هذا. بالإضافة إلى محمد قاصد، نصيحتي إلى محمد قاصد أنه يلعب بهدوء خاصة في عملية بناء الهجمة، يعني التسرع في عملية إطلاق الكرة بسرعة بسرعة في كل هجمة هذا يعطي جهد إضافي على الفريق، عليه أن يكون هادئ في هذه المسألة. وطبعا توجيهات المدرب أكيد هو أنه هنالك سيستم ونظام راح يعمل عليه المنتخب العراقي. نعم فعلا كل التوفيق طبعا للمنتخب العراقي والمنتخب الأردني وكل والمنتخب العماني. إذا كما نذكر أن بورك غدا سوف تكون المباراة المرتقبة، قمة عربية بين الأردن وشقيق المنتخب العراقي إن شاء الله في استاد عمان الدولي، في هذه المباراة الجماهيرية التي سوف يعني نستمتع بهذه المباراة ونشاهد مباراة قمة إن شاء الله. إذا كل التوفيق للمنتخبين المنتخب العراقي والمنتخب الأردني، المباراة سوف تكون قمة إن شاء الله في هذه المباراة، في طبعا يعني إن شاء الله نشوفها جماهيرية ونشوفها قمة إن شاء الله بين الفريقين. لكن نذهب معنا محمد جبور من مقر المنتخب الأردني هناك، وعلي رياح من مقر كذلك المنتخب العراقي سوف يكون معنا. مرحبا بداية محمد جبور، مرحبا بك، لربما تحدثنا عن المنتخب الأردني واستعدادات المنتخب الأردني وكيف تشاهد التفاعل، هل هناك تفاؤل للمنتخب الأردني وماذا قال الإعلام الأردني عن هذه المباراة؟ لربما هي فرصة أن يكون المنتخب الأردني إلى نهاية كأس العالم. صوت في مشكلة بالصوت. إذن إذا كان معنا علي رياح، علي رياح مرحبا بك في مقر المنتخب العراقي. علي لو تحدثنا عن المنتخب العراقي والجماهير العراقية لربما تتوافد في إلى استاد عمان غدا، هل شاهدت هناك الجماهير العراقية تتوافد؟ أنا أتحدث من مقر الفريق العراقي الأصلي وهو بغداد، أتحدث من بغداد وقد تابعت كل مجريات الأمور فيما يتعلق بذهاب حشود من العراقيين إلى عمان لمتابعة منتخب أسود الرافدين. هنا في بغداد حيث نعيش حالة ترقب غير مسبوقة بالنسبة للمنتخب العراقي، الجمهور العراقي يبني آمال، يعقد آمال على منتخب أسود الرافدين، ولكنها آمال مشوبة بالحذر وهذا منطقي لأنه المباراتين اللتين أجريتا بين المنتخبين بالمرحلة السابقة يعني علمت العراقيين بأنه التفاؤل يكون في حدود منطقية، لا بأس أن يكون هنالك اتكال على المنتخب العراقي في أن يحقق نتيجة إيجابية في ظهور الأول بالمرحلة الحاسمة من التصفيات، ولكن بالمقابل يجب وهذا ما أكدت عليه الصحف العراقية اليوم يجب النظر إلى المباريات الثمانية التي سيخوضها كباكج واحد كمجموعة واحدة للمنتخب العراقي، لا يمكن الركون إلى حسابات مباراة واحدة كما تقول الصحف وكما يقول الخبراء هنا، ولكن علينا أن نحسبها بشكل جيد. لا ننسى أيضا وهذا أيضا ما ذكر به الإعلام العراقي، لا ننسى أن المنتخب العراقي بدأ المرحلة السابقة بخسارة أمام نظيره الأردني في أربيل، ولكنه فيما بعد حقق
5 انتصارات متلاحقة جعلته في الترتيب الأول لهذه المجموعة. الآن العراقيين يبحثون عن الفوز، ولكن ليس الفوز المستعجل، الفوز بمنطق، الفوز بتعقل، لأنه لابد من النظر إلى أن المباراة تقام على ملعب الغريم الشقيق وهو المنتخب الأردني، ومع التمني بأنه الفوز يكون للفريق العراقي، ولكن الحسابات تمتد إلى 8 مباريات كما أشرت. إذن علي رياح من بغداد شكرا جزيلا لك. لكن ننتقل إلى محمد الجبور في عمان، وربما تحدثنا محمد عن استعدادات المنتخبين، المنتخب الأردني والعراقي، وماذا قالت الصحف في هذه المباراة، خاصة أنت قريب في قلب الحدث. نعم، مساء الخير أحمد، ومساء الخير لضيوفك بالاستوديو وللزميل علي رياح ولجميع مشاهدي قنوات الجزيرة الرياضية. فيما يتعلق باستعدادات المنتخب الأردني، استعدادات بعد انتهاء الدوري مباشرة أقام معسكرا تدريبيا في لبنان، التقى مع المنتخب اللبناني وفاز بهدفين مقابل هدف واحد، وأيضا عاد إلى العاصمة الأردنية عمان ليلتقي مع منتخب سيراليون وفاز بأربعة أهداف مقابل لا شيء. هذا على صعيد الاستعدادات. فيما يتعلق بالإعلام الرياضي الأردني، هو يتابع المنتخب الأردني، هنالك نظرة تفاؤل ونظرة أمل، لكنها في حدود المعقول وحدود المنطق. أتفق تماما مع الزميل علي رياح بأن الأمور ليست سهلة على المنتخبين، سواء على صعيد المنتخب العراقي أو المنتخب الأردني. التفاؤل، مساحة التفاؤل واضحة جدا، لكن لا تفاؤل كبير بنفس الوقت، ولا إفراط بهذا الموضوع إلى حد يجعل الغرور يتسرب إلى أفراد المنتخب الأردني أو أفراد المنتخب العراقي. التصريحات اللي عقدها اليوم كابتن عدنان حمد في المؤتمر الصحفي والكابتن زيكو كانت مقتضبة إلى درجة كبيرة جدا، وإن كان عدنان حمد تميز بنظرة تفاؤلية وهذه عادته، لكن الكابتن زيكو كان مقلا في الكلام، قليل التصريحات، رفض إعطاء الإعلام الرياضي مساحة في التدريبات التي أقيمت مساء اليوم على استاد عمان الدولي، مثلما سمح عدنان حمد للإعلام في الأيام الماضية. ولأول مرة عدنان حمد يكون إلى حد ما اقتضابي، وبنفس الوقت لا يسمح للإعلام في متابعة جميع التمرينات، ولم يعطي مساحة للاعبين والجهاز الفني والإداري أيضا للتصريحات. لأول مرة أشاهد عدنان حمد في هذا الموضوع. ربما غدا سنشاهد مباراة تختلف كليا، هكذا تحدث عدنان حمد عن مباراة أربيل التي فاز فيها المنتخب الأردني على منتخب العراق بهدفين مقابل لا شيء، وأيضا قال بأن مباراة الرد في الدور الثالث عندما فاز المنتخب العراقي على المنتخب الأردني بثلاث أهداف مقابل هدف واحد، قال بأن الأمور تغيرت كثيرا، تغيرت بمعنى أن تلك المباراة لم تكن مهمة للمنتخب الأردني الذي ضمن التأهل، وإن كان يقصد بأن مباراة الغد ستكون صعبة على المنتخبين بكل ما تعني الكلمة أحمد. إذن محمد الجبور مراسلنا طبعا من عمان، شكرا جزيلا لك، وكذلك الشكر لعلي رياح من بغداد، كل التوفيق للمنتخبين إن شاء الله. إذن بما أن نتحدث عن المنتخبين، نتحدث عن المنتخب الأردني وكيف وصل المنتخب الأردني للتصفيات النهائية لهذه التصفيات. إذن بدأ في المرحلة الثانية وتجاوز منتخب نيبال، ثم جاء ثانيا في مجموعته في المرحلة الثالثة. مجموعته ضمت مع العراق والصين وسنغافورة، لعب في المرحلة الثالثة بست مباريات، فاز في 4 مباريات وخسر مبارتين، جمع 12 نقطة وسجل 11 هدفا. هدف المنتخب في التصفيات حسن عبد الفتاح بست أهداف. راسك بالعالي مرفوع الهامة.
إذن المنتخب الأردني، والحديث عن المنتخب الأردني فمنتخب النشامة. كابتن عبد الله، تحدثنا عن المنتخب الأردني والمباراة الأولى سوف تكون على أرض بين جماهيره، وكما سمعنا طبعا المراسلين الحديث عن المنتخبين والتكافؤ بين الفريقين. نستطيع نقول في الذهاب استطاع الأردن أن يفوز في أربيل، ومن ثم إيابا استطاع في المرحلة الثالثة، طبعا في الثالثة استطاع العراق أن يفوز بثلاثة. إذن الكفة متساوية، لكن هناك باقي العمل التكتيكي لكل من الفريقين. المدرب عدنان حمد العراقي العربي الذي له يعني بصمات مع المنتخب الأردني، شاهدنا في كأس آسيا وصل إلى ربع النهائي، استطاع أن يفوز على المنتخب السعودي والمنتخب السوري، ومن ثم يتعادل مع المنتخب الياباني بنفس المجموعة. شوف، هي استقرار بالتشكيل بأسماء اللاعبين، واستقرار بطريقة اللعب. الكابتن عدنان حمد، ما يميز الكابتن عدنان حمد ومميز المنتخب الأردني هو يعني بيقدر يوظف اللاعبين بمراكزهم، طريقة اللعب حافظينها لاعبين المنتخب الوطني. عدنان حمد ما راح يتعب كثير لأنه اشتغل من قبل مع اللاعبين، اللاعبين فاهمين شغلهم بالملعب. طريقة اللعب هي ما راح تتغير، راح يلعب بأربع مدافعين، وراح يلعب بارتكازين، وراح يلعب أمامهم ثلاث ومهاجم واحد بالأمام. لو أنا من مكان الكابتن عدنان حمد ما بغير الطريقة، لأني ناجح فيها. المنتخب الوطني تطور، المنتخب الأردني بطريقة الكابتن عدنان حمد، مثل ما حكينا احنا بالتصفيات مشوارها طويل كابتن، وبحاجة لصبر وتعب وتركيز. فاحنا بنبدأ من مباراة العراق كخطوة أولى، مباراتنا مع المنتخب العراقي، المباراة ما راح تكون سهلة على الفريقين. ما بتفرق ما على المنتخب العراقي انه يلعب بالأردن ولا المنتخب الأردني يلعب بالعراق. شفنا بالدور المجموعات الأردن فاز على العراق بالعراق، العراق فاز على الأردن بالأردن، الفريقين مكشوفين على بعض. أنا مثل ما حكيت لك هي بس، هل هناك بديل لحسن عبد الفتاح المهاجم؟ شوف، أنا بترجع على 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 تشكيلة المنتخب، قلت لك في استقرار كامل، ولكن خسارة كبيرة، خسارة كبيرة الصراحة. حسن عبد الفتاح غير موجود، مفتاح لعب المنتخب الأردني. احنا كنا امل انه يكون الكابتن عدنان حمد يعني وجد البديل لحسن عبد الفتاح. حمزة الدردور الصراحة لاعب مجتهد، لاعب شاب مجهوده عالي، نتمنى انه يكون هو بديل حسن عبد الفتاح. ممكن عبد الله ذيب يكون موجود بالمباراه. يعني تشكيله المنتخب تقريبا، انا قلت لك لعبه المجموعه تصفيات المجموعات هي موجوده حاليا 99% موجوده. الكابتن عدنان قلت لك ما راح يتعب كثير، طريقته واضحه والتنظيم الدفاعي موجود، الاعتماد على الهجمات المردده هو سلاح المنتخب الاردني. الكابتن عدنان حمد فكر او حاول او جرب انه يغير طريقته المعهوده اللي هو ناجح فيها مع المنتخب العراقي بالاردن، اتوقع ما نجح بهاي المباراه. الكابتن عدنان كان المباراه كانت يعني كان في المنتخب الاردني متاهل، ولكن انا بتوقع انه هو حاول او حب يجرب طريقه معينه باللعب ما نجح فيها. نعم. اتوقع انه ما راح يكون تغيير بطريقه اللعب، ما راح يكون تغيير. نعم. بتشكيله الفريق موجود عامر شفيع حارس المرمى احسن حراس مرمى اسيا، موجود باسم فتحي بالدفاع، وبشار بن ياسين وانس بن ياسين، وموجود حاتم عقل، وموجود خليل بن عطيه، وموجود بالنص بهاء عبد الرحمن، ايضا موجود شادي ابو هشاش. هذول اللاعبين قلت لك السته، الاربع مدافعين واللاعبين الاثنين ارتكاز عارفين واجبهم الدفاعي 100% وحافظينه. المنتخب الأردني أيضا اللاعبين الثلاثة أمام الارتكاز، اللاعبين الوسط الثلاثة الموجودين اللي هم عامر ذيب مفتاح لعب، عدي الصيفي مفتاح لعب، حمزة الدردور مفتاح لعب، أيضا عبد الله ذيب مفتاح لعب، الهداف أحمد هاي الموجود بيعرفوا كيف يهاجموا، متى يهاجموا ومتى يدافعوا. فأتوقع أنه التشكيلة راح تكون 99% موجودة، نفس التشكيلة القديمة تبع الكابتن، وأيضا طريقة اللعب. سوف نكمل الحديث عن المنتخب الأردني والتشكيلة بشكل موسع، لكن بما أننا نتحدث عن المنتخب الأردني دعونا نذهب إلى هذا التقرير واستعدادات المنتخب الأردني، وأعد التقرير زميلنا محمد الجبور.
حلم التأهل للمونديال بات يداعب مشاعر الأردنيين، والخطوة الأولى صوب ذلك الحلم تبدأ من عمان عندما يواجه المنتخب الأردني جاره العراقي في افتتاح منافسات الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم. تحضيرات المنتخب الأردني بدأت مع إسدال الستارة على الموسم الكروي المحلي، أي منذ قرابة الشهر خاض خلاله النشامة لقاءين وديين، الأول مع لبنان وانتصر فيه بهدفين لهدف، فيما كان الثاني مع سيراليون وانتهى بفوز النشامة بأربعة أهداف للا شيء. بعد فترة الإعداد ومباراتين إعدادية نعتقد رغم أنه الفترة قليلة لتجمع المنتخب يعني بشكل كامل، يمكن اليوم يوم الرابع الفريق يتجمع، لكن أعتقد أنه يعني هنالك قناعة كاملة بوضع المنتخب الآن وبجاهزية اللاعبين. مواجهة العراق ستكون دون أدنى شك أكثر صعوبة من اللقاءات التجريبية، إذ ينظر إليها العراقي عدنان حمد على أنها عقبة لا بد من تجاوزها والظفر بنقاطها كاملة لمواصلة المشوار بثقة عالية ومعنويات مرتفعة، خاصة وأن المحطة الثانية للنشمة ستكون أمام اليابان. مباراة مهمة جدا، يعني رغم أنه هنالك مباراة أخرى، ولكن نحن نقول دائما المباراة الأولى في تصفيات من هذا النوع تعطي دعم كبير، دعم معنوي للاعبين وللفريق، فنحن نعطي أهمية كبيرة لهذه المباراة، وأعتقد اللاعبين شاعرين بهذا الأمر وتركيزهم الحمد لله نشعر هناك تركيز عالي، واللاعبين حاسين بأهمية المباراة وأهمية المرحلة. اللقاءات الودية كشفت عن قوة هجومية تمثلت بمهاجمين من العيار الثقيل هما أحمد هايل وحمزة الدردور، رغم اعتماد المنتخب الأردني على الأسلوب الدفاعي والروح القتالية العالية، وهي ما ميزت أداء النشامة في الآونة الأخيرة. فهل تكون تلك الميزة كافية لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية؟ بداية الطريق صوب البرازيل تبدأ من عمان، محطة يسعى النشامة والأسود لتحقيق انطلاقة إيجابية خلالها، فلمن تكون الغلبة؟ محمد الجبور، الجزيرة الرياضية، عمان. إذا شاهدنا هذا التقرير واستعدادات المنتخب الأردني للمباراة المرتقبة. إذا دعونا نذهب مع زميلنا محمد الجبور في عمان. ومحمد ربما يكون معك ضيوف، تفضل لك الكلمة. مرة أخرى مساء الخير أحمد، معي الصحفي أحمد العياصرة متخصص في كرة القدم والصحفي في صحيفة الرأي. أحمد، ماذا بخصوص الإعلام الرياضي وكيف كان له دور في شحذ الهمم لهذه المباراة والمباراة القادمة؟ أولا يعني إحنا بالنسبة للإعلام الرياضي انتهينا منذ فترة من مسألة النقد وعملية الدخول في تفاصيل التشكيل وقرارات عدنان حمد وخطة الإعداد. الآن يعني شحنا كل الجهود، أولا لدعم المنتخب الوطني، ثانيا لتحفيز الجماهير للحضور إلى أرض الملعب، ثالثا لإبراز دور عدنان حمد والجهاز الفني في دعم مسيرة كرة القدم الأردنية، لنهيئ ظروف ملائمة للمنتخب الوطني لتقديم أفضل ما لديه إن شاء الله في مباراة الغد. محمد، بخصوص اللقاء بين المنتخب الأردني والعراقي، تكررت اللقاءات، ربما هذا اللقاء الثالث خلال فترة بسيطة جدا، ماذا تقول عن لقاءات الديربي إنجاز التعبير بين الجارين؟ أكيد هي مباريات تكررت أكثر من 3 مرات إذا ما أدخلنا المباريات الودية والدورة الرباعية. أعتقد أن هذه المباراة لها خصوصية تاريخية على صعيد الكرة الأردنية. نتحدث الآن عن دور حاسم للمرة الأولى، نتحدث عن افتتاحية بوابة العبور إلى مونديال البرازيل. قد تكون المهمة صعبة، قد يكون المنافس قوي، لكن على صعيد الكرة الأردنية الشارع الرياضي الأردني متفائل جدا في هذه المباراة، تختلف كليا عن ظروف إربيل وتختلف أيضا عن وضعية استاد عمان التي شاهدناها في ختام تصفيات الدور الثالث. لذلك لكل مباراة ظروفها، وأعتقد أن هذه الظروف تختلف كما تحدث عن المباريات السابقة، وإن شاء الله المنتخب الأردني سيكون على الموعد غدا مساء بإذن الله. محمد، فيما يتعلق بهامش المناورة بين زيكو وعدنان حمد في هذا اللقاء، إلى أين يصل؟
يعني اعتقد شاهدنا جميعا زيكو كان نوعا ما متحفظ، بالمقابل عدنان حمد اظهر الثقه، كان مطمئن وطمأن الجماهير على الجاهزيه واستعداد المنتخب الوطني. يعني باختصار بحسب ما يتطاير من اشارات بالمعسكر اللي امامنا للمنتخب الوطني، يتحدث حمد عن تكتيك مغاير، يتحدث عن فرض شخصيه جديده، عن منتخب مهاجم بعكس ما اظهر لنا في السابق عن منتخب يعتمد بالدرجه الاولى على الدفاع. الان نتامل المنتخب الوطني ان يظهر شخصيه فريق يصارع بين كبار اسيا في الدوري الحاسم، نتامل ان يظهر قوه الهجوميه، نتامل ان يؤدي بشكل جيد على ارضه امام جماهيره ان شاء الله. محمد العياصر الصحفي في صحيفة الرأي، شكرا لك. نعود مرة أخرى إلى الدوحة والاستوديو التحليلي والزميل أحمد. إذن شكرا زميلي محمد الجبور من عمان، وشكرا لضيفك هناك وكل التوفيق. إذن بعد هذا التقرير نذهب إلى تقرير عن الجماهير الأردنية وماذا قالت الجماهير لهذه المباراة. لا صوت يعلو فوق صوت النشامة، ولا حديث يحلو سوى الحديث عن المنتخب الأردني وتصفيات كأس العالم بالنسبة للشارع الرياضي الأردني الذي انقسم بين متفائل ومتشائم حيال قدرة النشامة على تحقيق المطلوب والتأهل للمونديال. للنشامة ما شاء الله عليهم، يعني مباراة العراق إن شاء الله تكون سهلة كثير علينا، احنا بهمنا المباريات اللي بعد المنتخب العراقي، والنشامة ما شاء الله في المهمات الصعبة يعني بكونوا جيدين. بس المجموعة يعني أربع أفريقيا كثير صعبة، يعني كلهم عندهم محترفين برا، يعني زي العراق عندهم يعني محترفين بالخليج، أفريقيا كثير قوية. وهي أول مباراة مهمة، يعني هي إذا فزنا فيها يعني زي ما تقول بكون حظوظنا أقوى إن نتأهل، يعني عرفت علي، لأنه تجميع نقاط وإن شاء الله إلا الفوز إن شاء الله، غير الفوز يعني ما بكون لنا أمل أكثر، عرفت علي. الصحف الأردنية أفردت صفحات أقسامها الرياضية للحديث عن النشامة وتحضيراتهم وأبرز أخبارهم وغيرها من التحليلات الفنية لمباريات الدور الحاسم. احنا كإعلام واكبنا طبعا مرحلة إعداد منتخبنا الوطني ووقفنا على كل التفاصيل، ومنأكد دائما وأبدا أن وقوف الإعلام الأردني دائما كان يعني يعطي الثمار ويعطي أكله في النتائج. أكيد أنه الإعلام الأردني لعب دور كبير في تحفيز حمم النجوم ويعني تحقيق الانتصارات اللي تحققت خلال الفترة الماضية وأمنت فرصة التأهل إلى الدور الحاسم من تصفيات المونديال. شوارع العاصمة الأردنية عامة تزينت بصور المنتخب الأردني وشعارات تدعو الجماهير الأردنية للتفاؤل بمنتخب بلادهم ومؤازرته معنويا، حيث من المتوقع أن يمتلئ ملعب المباراة بالجماهير إذ يتسع ل 25,000 متفرج. استاد عمان الدولي تأسس عام 1968 وكان شاهدا على العديد من الإنجازات التاريخية للكرة الأردنية، فهل تتكرر تلك الإنجازات؟ محمد الجبور، الجزيرة الرياضية، عمان. طبعا بعد هذا التقرير ننتقل لكم إلى بغداد، ومعنا الدكتور المدرب السابق للمنتخب العراقي كاظم الربيعي. كابتن أو دكتور مرحبا بك، لربما تحدثنا عن المنتخبين المنتخب العراقي والمنتخب الأردني، خاصة بعد أن شاهدناهم في الدور الأول لعبا، فاز المنتخب الأردني ومن ثم فاز المنتخب العراقي، كيف تشاهد الفريقين من خلال هذه المواجهة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتقد بالنسبة للفريقين هي الفريقين مكشوفين للمدربين، يعني للمدرب الزيكو والمدرب عدنان حمد اللي هو أيضا يعني سبق أن درب المنتخب العراقي، لذلك نشوف هو كاشف الأوراق أكثر. بالنسبة للفريق العراقي أعتقد راح يدخل معنويات كبيرة، بالإضافة إلى ذلك هو يمتلك الخبرة الكبيرة. الفريق العراقي يعني مثل ما تعرفون هو مستقر، يعني في تشكيلته مستقر كامل على نفس التشكيلة اللي خاضت التصفيات، ما عدا الجناح اليمين اللي كان أما هوار وأما مهدي وأما علي عبد الزهرة، البقية كان
يعني اعتبرهم انه تشكيله مستقره وعندهم معنويات عاليه للصعود، تكرار صعود اللي حققها الفريق العراقي في 1986. لذلك لاحظ حتى اللاعبين الخبره واللاعبين الكبار انه ياملون انه يكونون من يعني حلقه اخيره في الصعود الى المونديال. وهذا الطموح الكبير احنا لاحظناه من خلال الوحده المتكامله للفريق العراقي. احنا لو نلاحظ التكتيكات هي فعلا يعني احنا ايضا اكو سلبيات يمكن راح يصير على الضغط الكبير اللي يواجه الفريق الاردني من الجماهير، من حتى يمكن اعتقد الملكه جلاله الملك عبد الله راح يحضر المباراه، لذلك ضغط كبير. وهذا يظهر من سلبيات الفريق الاردني انه اذا سجل في الفريق العراقي في هدف مبكر يظهر عنده نوع من الاهتزاز، وهذا يمكن ان يستغله الفريق العراقي. والشيء الثاني انه الفريق الاردني لاحظنا على طول انه في الشوط الثاني يبدي التنازل في مستوى اللياقه البدنيه، وهي في صالح الفريق العراقي. اما من ناحيه اعتقد بعد مباراتنا مع الفريق المصري اللي اقيمت في الدوحه كان الفريق العراقي رائعا في الدفاع الفرقي، يعني الفريق الاردني راح يواجه صعوبه في اختراق هذا الدفاع الحصين، يعني سواء كان على مستوى الدفاع وعلى مستوى خط الوسط. فصراع المنطقه الوسطى راح يكون ما بين الفريق، هم الطريقه اللي تقريبا متشابهه ما بين الفريق العراقي. واعتقد عدنان حمد هو ما غير التكتيك ماله، واضح اللي يعتمد على 4-5-1 الى تتغير الى 4-2-3-1، واعتماد الكبير على الهجمات المرتده في المساحات الكبيره، يعني يعتمد على الرباعي الاخوان الذيب عامر وعبد الله واحمد الهايل امام، ومن خلفهم كان حسن عبد الفتاح اللي هو حاليا محروم، ويمكن بدل اما ثائر الكاتب واما حمزه الدردور. فهؤلاء يعني تكتيكهم واضح. لذلك الفريق العراقي يعني هو فعلا محدد انه ايقاف هذه الاجنحه، بخاصه عامر ذيب اللي يمتلك مهارات عاليه على جهه الجناح اليمين وعكس الكرات الى منطقه الهدف. ونقطه قوه بالنسبه للفريق الاردني هو يعني يمكن يدافع باربعه مدافعين، يعني هم باسم والاخوه انس وكذلك خليل بن عطيه على جهه اليمين، او حاتم عقل اللي راح يكون خط الدفاع، وامامهم ثابتين الارتكازين هو بهاء وشادي ابو هشهش. هؤلاء يعني مشكلون فد خط رباعي اضافه الى ارتكاز اثنين لمنع الاختراقات من العمق. واعتقد يعني احنا فعلا اذا يعني ضروري انه يعرف المدرب، ومثل ما المباراه الاخيره هو ركز على الهجوم من جهه الاجنحه وتبادل المراكز ما بين والتقاطع ما بين يعني الاجنحه ويونس ونشأت اللي يعتبرون ورقه رابحه للفريق العراقي، لو يمتلكون من مهاره كبيره، وبخاصه اعتقد يعني كرار هو حاليا يمكن يقدم احسن مستوى، يعني من خلال لاحظته احسن مستوى، وخاصه مع الفريق الاردني. احنا سبق وان لعبنا في بطوله فوكس انه كان مدرب سيدكا وقدمنا مستوى رائع مع الفريق الاردني، رغم انه فاز علينا المركز الثالث والرابع بضربات الترجيح، لكن كان الفريق العراقي وبخاصه كرار اللي حصل فيها احسن لاعب في المباراه. الفريق العراقي وخصوصا يعني لاحظ انه ضروري انه يضغط على حامل الكره في منطقه الوسط حتى يمنع الفريق الاردني بناء الهجمات. واعتقد الفريق خصه اللي يفوز في حيازه منطقه الوسط، منطقه العمليات والضغوط. احنا كان يعاب في المرحله الاخيره من اعدادنا انه الدفاع ممتاز والفريق متكامل، لكن بطء في عمليه التحضير والسرعه. واعتقد الفريق العراقي راح يعوضها بالحماس الكبير والرغبه بالفوز، وهذا راح اعتقد راح يكون صحيح. نعم كما تحدثت طبعا دكتور كابتن كاظم تحدث، ابقى معنا سوف ناتي لك والحديث معك كابتن احمد. تحدث كابتن كاظم عن المنتخبين بجميع الخطوط بالقوه، لكن نستطيع ان نقول ان الارض والجماهير يساند المنتخب الاردني اكثر، ام هناك نستطيع خبره المنتخب العراقي يتغلب على هذا؟ طبعا لا شك انه الارض والجمهور عامل مساعد بالنسبه لاي فريق، لكن هذه ممكن انه تذهب بعد يعني بعد ربع ساعه او 20 دقيقه من المباراه، اللاعبين يدخلون جو المباراه بالنسبه للفريق العراقي. اي يعني اي تحسن بالاداء او اي عامل ثقه وحاله نفسيه مستقره تذوب كل هذه العوامل امام الفريق العراقي يعني. فبالتالي وممكن انه اذا يكون هنالك همه عاليه في تحقيق هدف مبكر، هذا طبعا راح يخلي الوضع بالعكس ينقلب عكسيا، وكل ما يفوت الوقت راح يكون مربك بالنسبه للفريق الخسران. ولذلك انا اقول انه هي المباراه
ذكاء المدرب وخبرة اللاعبين ستكون في بدايته في أول نصف ساعة. من يعني يبحث عن الاستقرار. نقول كابتن أحمد وأنت صاحب خبرة ولاعب دولي سابق مرت عليك هذه المباراة. نعم. المنتخب الأردني يستطيع أن خلال 20 دقيقة ربع ساعة إحراز هدف حتى يكون ضغط أكثر على المنتخب العراقي؟ والله شوف هو طبعا الفريقين راح يكون يلعبون بحذر، يعني ما أتوقع أنه مثلا عدنان حمد راح يبدي بالهجوم بالبداية، يعني أيضا هو لديه حسابات أنه دائما يكون بداية المباراة بحالة تحفظ، لأنه حقيقة حتى لو هو حاول أنه يريد يسجل هدف في بداية المباراة ممكن يجي هدف عليه تنقلب عليه المسألة عكسية. المدربين راح يعتمدون حالة الحذر في بداية المباراة، بعدين من تستقر الأمور يستقر الحالة النفسية يستقر الوضع البدني بالنسبة للاعبين تستقر حالة الانسجام بالنسبة للفريقين، ذاك الوقت راح يبدي المدرب يغير بأسلوبه وتكتيكه، ممكن أنه يبدأ بعملية الهجوم ويشوف لربما أنه يشعر بأنه المنتخب الأردني أو المنتخب العراقي قادر على مواصلة الهجوم بطريقة متكررة لتحقيق هدف، ممكن في أي لحظة يغير أسلوب المدرب. فلذلك ما نقدر نحكم يعني أنه هل سيتخذ مثل هذا القرار عدنان حمد أو هل سيبدأ بهذه الخطوة. أنا أعتقد أنه هي مجازفة، لأنه في المباراة الأخيرة اعتماد الفريق الأردني على التنظيم الدفاعي وبناء الهجمات المرتدة عن طريق الهجوم عن طريق لاعبين وسط اللي هم حسن عبد الفتاح واللاعبين الآخرين، لكن بالمباراة الأخيرة يعني فقد هذه الحالة التنظيمية الدفاعية. نعم. فخسر المباراة بثلاث أهداف يعني المنتخب الأردني في أرضه. نعم. فلذلك يعني أعتقد أنه راح يكون حذر في مثل هذه المسألة يعني. كابتن أحمد تحدث فعلا خسر المنتخب الأردني في أرضه في المرحلة الأولى أمام المنتخب العراقي، نستطيع أن نقول أن المنتخب الأردني في هذه المباراة وبين أرضه وبين جماهيره يخسر أمام المنتخب العراقي، أم كما تعود المنتخب الأردني دائما ما يحرز في خلال 20 دقيقة ربع ساعة؟ وشاهد كذلك الأندية الأردنية إحراز مبكر دائما للأهداف. شوف مباراة غدا كابتن راح تكون فيها حذر كبير من الفريقين، وأنا أتوقع أنه أنا خليني أتكلم عن المنتخب الأردني. المنتخب الأردني راح يكون حذر، ما راح يبادر بالهجوم. المباراة 90 دقيقة، المباراة راح تكون حذرة وشرسة للفريقين، ما حدا راح يتنازل على اي نقطه بالمباراه. المنتخب العراقي راح يكون نت قوي، المنتخب الاردني راح يكون نت قوي. اول ربع ساعه ثلث ساعه بالمباراه راح تكون فيها الحذر موجود، ومثل ما حكى كابتن احمد بعد الربع ساعه 20 دقيقه راح يكون التدخل المدير الفني الكابتن عدنان حمد والكابتن زيكو بالملعب. فأتوقع أنه اللي راح اللاعبين التزموا بتعليمات المدرب راح تكون النتيجة لصالحه. مثل ما قلت لك مباراة 90 دقيقة ما راح يهاجم المنتخب الأردني من البداية، لأنه بداية ونقاط ثلاثة مطلوبة من المنتخب الأردني ولكن بحذر شديد. المفروض أنه المنتخب الأردني بين أرضه وبين جمهوره يحرز الثلاث نقاط، ولكن بدون استعجال. الطريقة اللي أنا بتميز فيها راح ألعب فيها، التكتيك اللي أنا أمتاز فيه راح ألعب فيه، الحذر موجود دفاعيا، كيف أنطلق من الخلف للأمام، سجلت هدف كيف أحافظ عليه، تسجل علي هدف كيف أعوض. فهي يعني ظروف مباراة ما بتقدر تتوقع شو هي ظروفها، لأنه راح تكون مثل ما قلت لك مباراة راح تكون فيها حذر، وبالمقابل راح تكون مباراة شرسة، ما راح يتنازل المنتخب العراقي على أي نقطة، ولا راح يتنازل المنتخب الأردني بأي نقطة، خاصة المنتخب الأردني تحت ضغط لأنه بيلعب بين أرضه وجمهوره. الثلاث نقاط مطلوبة بأرضك، الفوز بمباريات اللي بأرضك مطلوبة عشان تقدر تكمل لكأس العالم. المباراة الأولى تفوز فيها تحميك من خسائر القادمة، فالمباراة غدا راح تكون مثل ما قلت لك حذرة ولكن فيها شراسة من الفريقين. وأتوقع أنه المنتخب الأردني يقدر يأخذ الثلاث نقاط، هذا إحساس عندي، ولكن مش بسهولة. المنتخب العراقي منتخب عنيد، ولكن عدنان حمد يعرف مفاتيح لعب المنتخب العراقي، يعرف إمكانيات المنتخب العراقي. أتوقع أنه
إذا استغل إذا استغل عن المنتخب الأردني والمنتخب الأردني يعني غياب حسن عبد الفتاح هناك ثائر البواب تحدث عن المدرب عدنان حمد وهو في طبعا محترف في رومانيا غازي ميتان الروماني نعم وهو يعني كما تحدثنا عنه كابتن الكابتن ثائر البواب هو يعني لاعب أردني محترف كان يحترف ببرشلونة وكان محترف بريال مدريد بالفرق الشباب نعم لاعب الصراحة أثنى عليه كثير خاصة في المباراة الودية هو لاعب جيد هو لاعب جيد هو لاعب جيد ولكن أنا باعتقادي ثائر البواب لحد الآن ما انسجم مع المنتخب الأردني بالكامل يعني ثائر البواب استدعى أكثر من مرة للمنتخب الوطني ولكن ما أخذ فرصته إحنا نتمنى أن يكون مفاجأة الكابتن عدنان حمد ثائر البواب ان شاء الله انه يسوي فارق مع انه يعني انا باعتقادي انه حسن عبد الفتاح لا يعوض حاليا بالمنتخب الاردني وهي يعني صراحه خساره كبيره انه حسن عبد الفتاح غير موجود مع المنتخب الاردني قلت لك في اوراق عند عدنان حمد عند حمزه الدردور عنده ثائر البواب موجود عبد الله ذيب موجود عدي الصيفي عامر ذيب احمد هايل نعم. فاتوقع يعني الافضل اللي شايفه الكابتن عدنان حمد راح يكون موجود ولكن مثل ما بحكي لك نتمنى انه ثائر البواب يكون مفاجاه نعم تحدثنا عن المنتخب الاردني لكن نذهب الى مقر المنتخب الاردني مع طبعا محمد الجبور ولربما لديك ضيوف هناك محمد لك الكلمه شكرا أحمد معي الآن الكابتن عيسى الترك المدرب الأردني المعروف كابتن عيسى لقاءات المنتخب الأردني والعراقي عادة ما تحفل بالإثارة والندية ولها نكهة خاصة ماذا تقول بهذا الخصوص؟ يا سيدي بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة زي ما تفضلت أنه لقاءات المنتخب العراقي الشقيق مع منتخبنا عادة ما تحفل بمتعة وبيداء فني عالي وخصوصا بالسنوات الخمس الأخيرة نعم. أنا باعتقادي لقاء مهم جدا في مرحلة مهمة جدا وبنعرف أن الجولة الأولى عادة ما بتكون صعبة على كل المنتخبات وبالتالي من هون اللقاء له أهمية خاصة غدا باعتقادي أنه من أهم اللقاءات اللي راح تواجه المنتخبين في هاي الدور كابتن عيسى أنت متابع للمنتخب الأردني وأيضا للمنتخب العراقي فنيا كيف تجد أوراق المنتخب العراقي وأوراق المنتخب الأردني والله بالنسبة للمنتخبين طبعا أكيد المنتخب العراقي الشقيق استعداداته كانت في تركيا من خلال معسكر ومن خلال لقاءاته سواء مع سيراليون أو بوتسانا وأيضا احنا التقينا في مع المنتخب اللبناني في بيروت والتقينا أيضا مع منتخب سيراليون في عمان وبالتالي كانت استعدادات مكثفة للفريقين بالنسبة للمنتخب العراقي أكيد بلا شك من ناحية فنية هو بيعتمد على الأسلوب اللي هو الضاغط من خلال طريقة 4-3-3 بيعتمد كثير على الأطراف من خلال هوار وأيضا من خلال كرار على الأطراف ويونس محمود في المقدمة وبنضمنهم من الخلف عادة وهو لاعب خطر عادة نشأت أكرم وبالتالي الأسلوب اللي راح يتخذه المنتخب العراقي من ناحية فنية غدا أنا باعتقادي أنه راح حاول خلال 20-25 دقيقة الأولى ضغط منتخبنا في نص ملعبه منتخبنا طبعا بالفترة في السنوات الأخيرة منتخب له شأن الآن في آسيا بيعتمد على كرة متنوعة صحيح زي ما بحكم مرات كثير بقول لك أن المنتخب الأردني بيعتمد على الهجمة المرتدة احنا شفنا انه كرة القدم الان تختلف في عدة مقاييس هناك مدارس زي برشلونة مدارس زي تشيلسي وبالتالي منتخبنا عنده خيارات كثيرة غدا امام العراق وبعتقد انه زيكو مدرب المنتخب العراقي وايضا الكابتن عدنان حمد سيكون هنالك مفاجآت بالنسبة للتشكيل او حتى لطريقة اللعب كابتن عيسى الترك شكرا لك نعود مرة اخرى الى الاستوديو في الدوحة والزميل احمد إذن شكرا زميلي محمد الجمور وشكرا لضيفك من عمان هناك مقر المنتخب الأردني إن شاء الله إذن نغلق هذا الملف المنتخب الأردني وانتقل إلى ملف ثاني المنتخب العراقي وكيف وصل المنتخب العراقي إلى النهاية التصفية النهائية في هذه بدأ من المرحلة الثانية وتجاوز منتخب اليمن ثم تصدر مجموعته في المرحلة الثالثة مجموعته ضمت مع الأردن والصين وسنغافورة لعبها في المرحلة الثالثة 6 مباريات
فاز في 5 مباريات وخسر مباراة واحدة، جمع 15 نقطة وسجل 14 هدفا. هداف المنتخب في التصفيات يونس محمود ب6 أهداف. إذن المنتخب العراقي في هذه المجموعة، والحديث عن المنتخب العراقي ننتقل إلى بغداد ومعنا كاظم، الدكتور كاظم أربيعي المدرب العراقي سابقا. كابتن كاظم، نتحدث عن المنتخب العراقي، والمنتخب العراقي عسكر 20 يوم في تركيا، كيف شاهدت هذا المعسكر؟ هل هو كافي للمنتخب العراقي أم نتحدث كبطل للمجموعة الأولى؟ المنتخب العراقي يستطيع أن يكون بطل في هذه المجموعة، المجموعة الثانية من الخمس فرق كما نشاهدها؟ بالنسبة للمعسكر التدريبي أعتقد هو صار يعني تأخر في التحاق المحترفين، خصوصا في قطر لاحظنا التحاق يونس ونشهد وعلاء عبد الزهرة وسلام شاكر، كذلك يعني اعتمد زيكو على جلب اللاعبين المحليين يعني تقريبا مبكرا، وخاض يعني تمارين تخص بتكملة تمارين اللياقة البدنية، وكان يبحث على مباراة تجريبية لكنه يعني ما توفق الفريق العراقي في خوض مباراة تجريبية، لأن أكثر الفرق اللي كانت تطلب أنه السفر إلى مدنها حتى يلعب الفريق العراقي، وهذا يكلف أنه تعرف الذهاب إلى من اسطنبول إلى دولة والرجوع هذا كله استهلاك للوقت، فكان يعني حتى زيكو أول مرة أعطى اللاعبين استشفاء، خصوصا اللاعبين الدوري والدوري المحلي أيضا دوري مكثف، فكان بالدرجة الأساس هو يعني تأقلم اللاعبين ويساهم حتى من قدم مباراة، يعني هم كانوا يعني في مباراة كانت تكتيكية أكثر مما هي يعني من أجل الفوز، يعني شفنا الفريق العراقي يعني من ناحية الانسجام من ناحية تكملة الإعداد، يعني كان بالدرجة الأساس أنه الفريق يكمل إعداده، وخاض مباراتين مع سيراليون يعني فاز 1-0 وتعادل مع فريق البوتسوانا، فكانت المباراة أعتقد هي يعني كانت بالدرجة الأساس أنه الفريق العراقي يكمل جاهزيته كاملة من كل النواحي الفنية والنفسية، ليس بقدر أنه الفريق، لأنه الفريق العراقي اعتمد على تشكيلة ثابتة، يعني كانت في فكر زيكو أن هاي الفريق هذول المحترفين اللي خاضوا التصفيات وحققوا نتائج زينة، أنه 5 فوز وأحسن عدد من الأهداف وأقل من الأهداف دخل بمرماهم، فكان الاستقرار يعني ممتاز على الفريق بصورة كاملة، يعني تجنب الإصابات وتجنب، لكن الفريق العراقي كابتن كاظم لو تحدث يعني كابتن كاظم تحدث أكثر عن المدير الفني للمنتخب العراقي زيكو، هل أضاف شيء المدير الفني للمنتخب العراقي أن يستطيع أن يصل بالمنتخب العراقي إلى 2014 في البرازيل ويكون هناك في موطنه مع المنتخب العراقي بالأمور التكتيكية الموجودة لديه؟ أعتقد هو قبل التكتيكية كان أمور مهمة، يعني كانت تمثلت بشخصية زيكو سواء كان المستوى كنجم سابق وكشخصية قوية، يعني فرض شخصيته على اللاعبين وعلى الاتحاد، وهذا كان من شروط نجاحه، أنه كان بالرغم أنه يعني هو كمدرب يختلف عن بقية المدربين كون أنه حضوره كان قليل، يعني كان يعني قراءته في اللعب، كان تعامله مع اللاعبين، كان إرغاب اللاعبين في التمرين، في الإعجاب بهذا المدرب وتاريخه وعكس ما كان هو نجاحه، ففعلا هاي الأشياء المعنوية الكبيرة يعني أعطت على الجانب التكتيكي، هو فعلا يعني قدر يقرأ بعض المباريات الأخيرة، قدر أن يتفوق على الخصوم من خلال قراءته الصحيحة وتوظيفه، وكذلك يعني فرض أنه الناحية الانضباطية يعني في الفريق، يعني الانضباط التكتيكي ما كان قبله، كان يعني بعض اللاعبين كانوا يبالغون في لعب الكرة بعيدا عن التكتيك، لكنه فعلا هو قيدهم بواجبات يعني صحيحة
وفرض. وانا وانا ما قلت لك يعني كابتن 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 كاظم مع مصر كابتن كاظم بسؤال كان انضباط الدفاعي ممتاز. نعم كابتن كاظم بسؤال سريع تكتيكيا يستطيع زيكو غدا ان يحسم المباراه تكتيكيا بجواب بسيط؟ و والله انا اعتقد يقدر لانه الفريق الاردني راح يجابها في نفس التكتيك ونفس هذا مع اختلاف انه في عدم اشراك حسن عبد الفتاح ويمكن اشراك ثائر البواب، لكن ثائر البواب يعني تمام لاعب جيد لكنه ما منسجم مع الفريق العراقي ويمكن ان يحد الفريق العراقي بالدفاع الفرقي المتميز اللي هو راح يكون عائق للفريق الأردني. واعتقد النجاح راح يكون للفريق العراقي. دكتور كاظم الربيعي المدرب السابق للمنتخب العراقي من بغداد، شكرا جزيلا لك. إذا ننتقل بكم إلى تقرير عن استعدادات المنتخب العراقي الذي استعد في إسطنبول، نشاهد هذا التقرير. طوى منتخب أسود الرافدين صفحة الإعداد والتجريب في معسكر أنطاليا وإسطنبول ليفتح له مدربه البرازيلي زيكو في عمان حسابا مختلفا يدور في إطار المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم. وعلى مدى قرابة الشهر ضم زيكو في البدء 35 لاعبا في معسكر تركيا تفاوتوا بين نجوم مخضرمين أمثال يونس محمود، نشأت أكرم، مهدي كريم، قصي منير، وباسم عباس، وعماد محمد وغيرهم، وبين وجوه صاعدة آثر المدرب البرازيلي أن يجدد بها دماء المنتخب قبل أن يجري تصفية لها ويخوض رحلة طويلة في التصفيات لن يلعب لقاء واحدا منها على أرض العراق. نتمنى أنه جيل 86 صعدوا كاس العالم، نتمنى احنا من نصعد الكاس العالم، لأن تعرف كل واحد يحب يضع بصمته في مسيرة الكرة العراقية، وخاصة أنك من تصل منتخب عراقي يعني صعب انك تصل منتخب عراقي وما يكون عندك انجاز. يعني تعرف يمكن انا واحد من الناس حصلت على انجاز اسيا واثنى يعني احس بطعمها. فانا يعني صراحه أنا اقول يعني حتى للاعبين انه اللي يحصل على انجاز يظل طول عمره يحس بطعم هذا الانجاز. لم يظفر زيكو في معسكر تركيا الا بمباراتين وديتين خاضهما على الطريقه الافريقيه، تفوق في الاولى على سيراليون وتعادل في الثانيه مع بوتسوانا. ومن هنا أبدى النجم البرازيلي قناعته بأنه يعمل مع منتخب المواهب التي لا ينقصها إلا الذهاب إلى كأس العالم. حتى عندما كنت في اليابان كنت أتحدث دوما عن المنتخب العراقي بوصفه واحدا من أقوى المنتخبات الآسيوية، اللاعبون يتمتعون بالمهارة، وقد زادت قناعتي بهذا الرأي في الوقت الحاضر. أتمنى أن أكون سببا للسعادة لدى العراقيين، أريد أن نتأهل إلى المونديال. ولن ينسى زيكو أنه بدأ عقده مع منتخب العراق بخسارة أمام الأردن كادت تعصف بكثير من حساباته، غير أنه وجد فيما بعد أنه يعمل مع منتخب تماسك بسرعة ليحقق معه 5 انتصارات متتالية أهمها على الأردن إيابا، ما يفتح أمامه كل القراءات الممكنة لمواجهة الأحد والتي يدخلها العراقيون بمعنويات عالية وبحسابات يتقدمها السعي لانتزاع الفوز والنقاط الثلاث. والله أجواء جيدة، يعني كذا كان معسكر بأنطاليا يعني وهنا بإسطنبول بعد وصول المحترفين الأجواء صارت جيدة، يعني تمارين صبح وعصر، يعني ركز كادة تدريبي على البدني إن شاء الله بالأيام القادمة سيشتغل مع تكتيك الفريق. تفاؤل كبير على المستويين الرسمي والشعبي بمنتخب أسود الرافدين، تفاؤل يمثل نقطة ابتداء مهمة في التحضير للجولة الحاسمة من التصفيات والتي يملك العراق فيها فرصة مواتية للذهاب إلى المونديال. علي رياح، الجزيرة الرياضية، إسطنبول. إذن كاميرا الجزيرة الرياضية هي التي رافقت المنتخب العراقي في إسطنبول وكانت معهم من خلال المعسكر هناك. كابتن أحمد راضي، نتحدث المعسكر للمنتخب العراقي في إسطنبول 20 يوم، هل هو كافي للمدرب زيكو خاصة بعد انضمام المحترفين في المنتخب
العراقي يكفي أم نستطيع أن نقول هل هناك يريد وقت أكثر أن يكون تسجم الفريق مع بعض؟ طبعا هو كل مدرب يبحث عن وقت أطول حتى يكون حالة الانسجام يعطي كل ما عنده، لكن هو تعامل بذكاء حقيقة المدرب زيكم في هذا المعسكر، لأنه أغلب اللاعبين طالعين من دوريات، والدوريات هي عادة في نهايتها تكون حالة الإرهاق بالنسبة للاعبين والإصابات، بالإضافة إلى كان هنالك يونس مصاب، أيضا نشأت كان مصاب، قصي منير كان مصاب، لكن حول هذه المعسكر إلى حالة استشفاء، وبالتالي بالإضافة إلى هذا هو أعطى القدرة التدريبية اللي يحتاجها اللاعبين في هذه الفترة. أنا أعتقد أنه المباراتين كابتن أحمد لو تحدثنا، الوديتان سيراليون 1-0 وتعادل مع بوتستونا 1-1، تكفي للمنتخب العراقي أم يلعب المنتخب العراقي بمباراة أقوى من هذه المباراة؟ هو كان نوع المنتخبات كان ممكن تكون أفضل، لكن منطقيا أنا أعتقد أو واقعيا ما قدروا يحصلون على مباريات أقوى من هذه اللي حصلوا عليها كاتحاد أو كحالة تنظيمية. نعم. بسبب انشغال المنتخبات. لكن أنا أقول أنه المنتخب العراقي صار له حوالي 7 سنوات هم معظم هؤلاء اللاعبين هم يلعبون بنفس بنفس التواجد، بالرغم أنه اختلاف بسيط ببعض اللاعبين، خروج بعض ومجيء بعض اللاعبين جدد، لكن هذا يعطي الدفاع كامل للاعبين أنه هم حالة الانسجام موجودة عندهم. لكن أفكار المدرب كمدرب جديد يعني طبعا ما تكفي هذه المرحلة، لكن أنا أعتقد أنه بالنسبة للمدرب زيكو استغل كل 20 يوم اللي أو الفترة اللي ماضية اللي في تركيا ولعب المباراة التجريبية. حتى المباراة التجريبية مو مهم إلا أن تكون فرق قوية أو تلعب بها، لأنه أنت جاء من حالة استشفاء. فلذلك أنا أعتقد أنه الوقت كافي كان بالنسبة للمدرب زيكو. الآن جاهزية الفريق، كل المعلومات اللي عندي انهم كل اللاعبين الان جاهزين، حتى اللاعبين المصابين راح يشاركون بالنسبه ليونس وبالنسبه لنشأت وبالنسبه لقصي منير. الفريق في اتم الاستعداد. كابتن احمد، ما هي الطريقه التي يلعب بها زيكو؟ الطريقه الهجوميه، هل يلعب على الاطراف، يعتمد خاصه المباراه المباراه يختلف زيكو، ام يلعب بطريقه معينه؟ هو طبعا يلعب بطريقه 4-2-1-3-1، اللي هي يحط 2 ارتكاز امامهم نشأت ولاعبين على اطراف كرار وهوار وقدامه يونس. عاده ما قلت لك انه ثقافه المنتخب العراقي كان دائما يعتمدون بالاسلوب الطويل على يونس. نعم. مع زيكو لا، اختلف الامر، بدا انه يحاول ينظم الهجمه الدفاعيه وتحضير للهجمه من خلال المدافعين واللاعبين الوسط، واعتماد على هوار وكرار. نعم. من الجوانب، واعتماد على أيضا المناولات البينية والوسطية من نشأت ليونس، وأيضا حضور نشأت في البوكس في حالة الهجمات من الجوانب. هذا أيضا الأسلوب اللي اعتمده في المباريات السابقة. أيضا مسألة التنظيم الدفاعي أيضا هو ركز عليه، لأنه بناء هذه النقطة كابتن تحدث عنها، خاصة في خط الدفاع وخط الوسط، وخاصة يلعب أمام المنتخب الأردني وخارج أرض طبعا. نعم، الآن يحتاج إلى هو حالة التنظيم الدفاعي، وأنا أعتقد أنه مشاهدته أمام منتخب مصر كان رائع، المنتخب العراقي في عملية التنظيم الدفاعي، وكان حضور المدرب وتوجيهاته جيدة جدا في عملية تنفيذها من قبل اللاعبين، بحيث أنه خرجنا من مباراة بتعادل، وكان الفريق العراقي ند صعب للمنتخب المصري القوي، الفريق المتمرس اللي عنده إنجازات قوية خلال اللاعبين الموجودين، ومعظمهم كانوا اللاعبين الأساسيين هم الموجودين. مثل ما قلنا أنه اليوم المدرب زيكو وصل إلى مرحلة النهائية عليه، على اللاعبين الآن استغلال هذه الفرصة، لأنه أنا باعتقادي هذه أفضل فرصة للصعود إلى كأس العالم. إذا ما حققوا المنتخب العراقي وصل كأس العالم في عهدك. نعم، في 86. نعم، طبعا في 86 الحمد لله صعدنا، وكان أول فريق يصعد كأس العالم بدون أن يلعب أي مباراة على أرضه. نعم. كنا نلعب دائما خارج. إن شاء الله الشباب يكرروها، أعتقد فرصة مثالية هذه التصفيات، أنه إذا يصعدون
أما إذا ما صعدوا فإلا إذا العراق ينظم كأس العالم يلا راح يصعد. لا أعتقد أن بالمجموعة الموجودة كابتن المنسجمة طبعا للمنتخب العراقي وشارك طبعا في 2009 في كأس القارات وبنفس المجموعة كذلك وكأس آسيا بنفس المجموعة، لكن دعونا نذهب نتحدث عن العراق، دعونا نذهب عن الشارع العراقي وماذا قال الشارع العراقي عن المنتخب العراقي. لا يخفي الشارع العراقي شعوره الجماعي بصعوبة المواجهة الأولى لأسود الرافدين أمام نشام الأردن، لكنه يظهر في الوقت عينه ثقته المطلقة بلاعبيه الذين اجتازوا المرحلة السابقة بخمسة انتصارات متتالية، لهذا يأتي الشعور مزيجا من الثقة والإقرار بالمصاعب، في حين يبرز المدرب زيكو كصانع مرتقب للفرح بعد أن توسعت معرفته بمفاتيح فريقه إلى جانب حرصه على قراءة الغريم الأردني من جوانب مختلفة. طبعا مباراتنا مع المنتخب الأردني مباراة بالنسبة لنا يعني مباراة حاسمة إن شاء الله، تم الفريق العراقي قدم مستوى رائع والنتيجة بعلم الغيب. مباراة بالنسبة لنا يعني صراحة مباراة مهمة، مباراة مثابة يعني بطولة، إن شاء الله الفريق العراقي قدم مستوى جيد، إن شاء الله الكادر التدريبي يعني يكون عند حسن ظن الجميع. فريقنا يمتلك عناصر ولاعبين يقدرون يخلصون المباراة بأي لحظة، رغم أن الفريق الأردني مو فريق سهل يعني فريق صعب، أعتقد أنه يمتلك أيضا لاعبين وكادر تدريبي على مستوى، والمباراة أيضا بأرضهم، بس إن شاء الله يعني توقع أنه رغم صعوبة المباراة بس شبابنا إن شاء الله قادرين على أنه يحصلون على نتيجة المباراة إن شاء الله. الإعلام العراقي كرس لمباراة الأردن اهتماما غير مسبوق، وأظهرت الاستطلاعات ثقة عراقية بل ورها عموم الناس كما المختصون في إمكانية الخروج بأول فوز، مع الحذر من الإفراط في التفاؤل نتيجة تقلبات كرة القدم. هذه المرحلة مرحلة ما بها تعويض، لا مجال للتعويض، لذلك أعتقد عدنان حمد راح يدخل بكل قوته وبكل طاقاته من أجل إحراز النقاط، لكن أعتقد أنه زيكو قادر على المجيء بالنقاط الثلاثة من عمان، خصوصا في ظل الاستعدادات الجيدة نسبيا اللي وفرها إلى الاتحاد، وأعتقد أنه المنتخب العراقي قادر على إحراز النقاط الثلاثة. مواجهة تحمل الرقم 44 في سلسلة لقاءات تعود إلى عام 64، لكنها تحمل هذه المرة حسابات مختلفة لدى العراقيين الذين يرون في منتخبهم جدارة الفوز وأهلية الصعود مجددا إلى نهائيات المونديال. علي رياح، الجزيرة الرياضية، بغداد. إذا مع الشارع الرياضي العراقي للمباراة المرتقبة غدا مع المنتخب الأردني، دعونا نذهب إلى هذا الفاصل وبعدها نواصل معكم. تبقوا معنا.